فاش بديت كنقلب وكنبحث على شنو هما الاسباب اللي كيخليو انه واحد الفئه ديال الناس اللي هي قليله كتحقق النجاح، كتوصل داكشي اللي بغات، واحد الفئه اللي كبيره بزاف ما كتوصلش داكشي اللي بغات وما كتحققش النجاح. كاينين نورمالمون بزاف ديال الاسباب، ولكن كاين واحد السبب اللي لقيتو بانه مشترك ما بين هاد الناس كاملين، واللي هو انه الناس اللي كيوصلوا الاهداف ديالهم، الناس اللي كيحققوا النجاح، عندهم القدره في التحكم في اليوم ديالهم. يعني هذاك الشيء اللي كيدير في النهار ديالو هو اللي مقرر يديرو، هو الاختيار ديالو، ماشي الاختيار ديال العشوائيه، ماشي الاختيار ديال الظروف ولا ديال الناس اللي دايرين به. بمعنى اخر، العادات اللي كاينين عنده في النهار ديالو عارف السبب علاش كيديرهم، وعارف بانهم غادي يوصلوه للاهداف ديالو ولا هذيك الحياه اللي باغ. في حين الناس اللي ما كيوصلش الاهداف ديالهم، الناس اللي كيعانيو بزاف وعايشين واحد الحياه اللي ماشي ديالهم، مو واحد الناس اللي اليوم ديالهم هو اللي متحكم فيهم، ماشي هما اللي متحكمين في النهار ديالهم. ولا جيتي تشوف راه حقيقه بزاف ديال الناس كيفاش كيدوزوا النهار ديالهم، تيفيقوا مع الصباح زربانين، كيبغيو يبدلوا دغيا بالزربه الحوايج باش انهم يمشيو للخدمه ولا يمشيو للقرايه، من مورا ما كيدوزوا النهار ديالهم كامل في واحد لوبليغاسيون اللي هي القرايه ولا الخدمه، كيخرجوا في العشيه تيجيو تيحاولوا ينساو هذاك الستريس وداك الشيء اللي نتج على الخدمه ولا القرايه ديالهم، كيدخلوا للسوشيال ميديا ولا كيتفرجوا في التلفازه. هادشي هو اللي تيبقى تيتعاود في اليوميات ديالهم، هادشي تبنى بواحد العشوائيه وخلق واحد العادات اللي هي عائق واوبستاكل كبير قدام هاد الناس باش ما يحققوش الاهداف ديالهم. الا كنتي حاليا ما وصلتيش للاهداف ديالك، فغالبا غادي يكون واحد العادات سلبيه في اليوم ديالك اللي كتخليك انك ما عندكش القدره باش تتحكم في اليوم ديالك. فهاد الفيديو غادي نعطيك 6 ديال العادات السلبيه اللي الا تخلصتي منهم غادي تولي تتحكم في النهار ديالك، وبالتاكيد مع المده غادي تحقق الاهداف ديالك. اول عاده هي انك ما تكونش واضح، ما عارفش شنو هما الاهداف ديالك، ما عارفش شنو هما لي زاكسيون، ما عارفش شنو هما العادات، ما عارفش شنو غادي دير غدا. الا كنتي في واحد عدم الوضوح، كون متاكد انك ما عمرك ما غاديش افونسي، وغتبقى ديما تتعجز وديما تتاجل. الصديق الحميم ديال التاجيل هو انك ما تكونش واضح. شحال من واحد باغي يبدا واحد البروجي اللي مهم ليه بزاف، ولكن حيت ما عارفش شنو هي الخطوه الاولى، ما عارفش شنو هي الخطوه الثانيه، وما كيقلبش كيبقى في بلاصتو، العام اللي داز هو باقي في نفس البلاصه. كاين واحد الشخص اللي باغي يبدا المراجعه على الامتحانات ديالو، ولكن حيت ما واضحش شنو هما المواد اللي غيقرا، شنو هما الدروس اللي غيراجع، ولا شنو هما الامتحانات اللي غادي يوجد. فهنا هذا الشخص هذا حتى هو ما عمره ما غادي يراجع، وغيبقى ديما تيأجل. فهاد العاده ديال انك ما تكونش واضح سواء في الاهداف ديالك، سواء في البرنامج ديالك، سواء في العادات اللي غادي تدخل في اليوميات ديالك، غادي يخليك في بلاصتك وما عمرك ما غادي تافونسي. ثاني عاده هي انك كتسوق الهضره ديال الناس، كديها في الهضره ديال الناس. يعني في اي اكسيون باغي ديرها، في اي هدف باغي تحققه، ديما كتفكر الناس، يعني صحابك والعائله شنو غاديين يقولوا عليك. الحاجه اللي غادي تكون متاكد منها انك الا بقيتي كديها في الهضره ديال الناس وكنتي كتسمع لهم، من مورا واحد الوقت طويل واحد شويه غادي تندم على بزاف ديال لي زاكسيون اللي ما درتيهمش، وديك الساعه غادي يكون فات الفوت. داكشي علاش اي حاجه تتعجبك، اي هدف بغيتي توصل ليه، خدم عليه وكون متاكد مع المده هذوك الناس اللي كانوا كيقولوا واحد الراي مخالف لهذاك الشيء اللي كنتي كدير غادي يجيو عندك وغادي يسولوك وغادي يقولوا لك كيفاش درتي ليها. ولكن في الاول غادي يكونوا كيريزيستيو ليك، غادي يكونوا كيقاومك، ولا بقيتي كتفكر بزاف في هذا الراي ديال هاد الناس، فراك غادي تبقى بلاصتك وما غاديش توصل للاهداف ديالك. ثالث عاده انك كتبقى تسول واحد الاسئله اللي ما عندهمش اجابه. بحال هاد الاسئله، بحال واش ممكن انني نوصل للاهداف ديالي. هاد السؤال هذا واخا تسولو 100 مره، واخا تسولو 200 مره، واخا تسول اي واحد، حتى شي واحد ما عنده الاجابه على هاد السؤال. الاجابه غادي تكون ملي غتبدا دير لي زاكسيون، ملي غتبدا خدام على هذاك الهدف، ومع المده عاد باش غادي تعرف الاجابه. يعني اليوم وغدا وبعد غدا واخا تبقى تسول هاد لا كيسيون، ما كايناش الاجابه ديالك. واش هذاك الهدف مناسب ليا ولا ماشي مناسب ليا؟ وحتى هاد السؤال هذا ما يمكنش شي واحد يجاوب عليه. لاكسيون، هذاك الشيء اللي غدير في الكوتيديان، ملي غادي تخدم على هذاك الهدف، ديك الساعه تعرف واش مناسب ليك ولا ما مناسبش ليك. دونك بلاصه ما انك تبقى تسول واحد الاسئله اللي غيبقاو غير يدخلوا لك الشك، الاسئله اللي غيخليوك انك توقف بلاصتك، انك تستسلم، قلب على واحد الاسئله اللي كيخليوك على انك تتحرك. اوكي، ها هو واحد الهدف حطيته، شنو هما لي زاكسيون اللي غادي ندير باش نوصل لهذا الهدف؟ فهنا غادي تسول الناس، كاين بزاف ديال لي استراتيجي، كاين بزاف ديال لي ميثود، كاين بزاف ديال لي زاكسيون. هنا غتبدا تفلتري وتختار احسن ميثود وغادي تبدا تابليكيها. شنو غادي ندير غدا باش نافونسي فيغ هذاك لوبجيكتيف اللي باغي نحقق؟ هاد الاسئله هذوك كيخليوك على انك تقلب، كيخليو على انك تبحث، كيخليو على انك تلقى الاجابات الصحيحه. ولكن الا كنتي كتسول واحد الاسئله اللي ما عندهم حتى شي اجابه، فهنا غادي تبقى غير في بلاصتك. رابع عاده هو انك كتفيق الصباح معطل وكتضيع احسن
احسن وقيته باش انك تخدم على الاهداف ديالك. ما كنقولش لك فيق مع الخمسة ديال الصباح ومن الخمسة حتى الثمانية وانت خدام على الاهداف ديالك. تقدر غير الا كنتي كتفيق مع الثمانية تفيق بنص ساعة قبل وتخدم على الاهداف ديالك. هاد نص ساعة هي احسن وقيته تقدر تافونسي فيها وتخدم فيها على واحد الهدف. كتبان هاد المدة باللي واحد المدة قصيرة، ولكن لاكيوميلاسيون يعني كل نهار نص ساعة كل نهار نص ساعة كل نهار نص ساعة، راه في شهر واحد غادي تكون خدمتي 15 ساعة، في شهرين 30 ساعة، دونك في الاخر ديال العام غادي تكون خدمتي 180 ساعة. لاحظ معايا بلي انت راه كتريزيرفي غير نص ساعة كل نهار. الا كنتي تقدر دير اكثر يعني ساعة ولا مثلا ساعة ونص غادي تكون احسن، ولكن انا النصيحة ديالي هي تبدا غير نص ساعة. هاد نص ساعة غادي تكون في الصباح وتستغل مزيان هذاك الصباح ديالك، حتى الا كانت من بعد الخدمة ولا القراية غادي تمشي ليها وطرات فيها شي حاجة وما عجبكش الحال، ما كيهمش، حنت ديجا الاولوية والهدف اللي مهم لك بزاف خدمتي عليه قبل ما يبدا النهار ديالك. خامس عادة خاصك تخلص منها وهي انك تفيق الصباح واول حاجة تدير هي انك تشد التليفون وتدخل مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف الناس اشنو كيديروا في الحياة ديالهم. فهنا شنا هي الرسالة اللي كتصيفط للدماغ ديالك؟ راه بحال تقول لي بانه انت ماشي اولوية عند راس، الاولوية هي حياة الناس. دونك خصني نشوف هذا شنو دار، هذا فين افونس، هذا شنو طرا ليه، هذا فين وصل، وهذا الشيء غادي يخليك على انك تركز في الحياة ديال الناس وتنسى تركز على راسك وعلى الاهداف ديالك، وديما غادي تبقى تفكر بزاف في الناس اشنو تيديروا وما غاديش تفكر اشنو غادي دير انت باش تافونسي وباش تحقق الاهداف ديالك. نصيحه ديالي هي في واحد نص ساعه الاولى ولا واحد ساعه الاولى من مورا ما تفيق ما تدخلش مواقع التواصل الاجتماعي وتبدا تصفح وتشوف الناس اشنو تيديروا. سادس عاده وهي انك تحقر شي حاجه اللي سميتها الاستمراريه. بزاف ديال الناس كيصحاب لهم باللي الاستمراريه ما كتوصلش، في حين راه بزاف ديال الناس ما كرهوش على انهم يوليو مستمرين حيت عارفين باللي بالاستمراريه يمكن لهم على انهم يحققوا الاهداف ديالهم. كاينين بزاف ديال الناس اللي كتبان لهم الاستمراريه غير واحد الكذبه، كتبان لهم الاستمراريه باللي محال واش غادي توصلهم الاهداف ديالهم. دونك تعلم كيفاش تستمر في هذاك الشيء اللي تتبدا، هذه هي المهاره الاساسيه رقم واحد اللي خاصك ديفلوبيها. تقدر تاخذ لك واحد الوقت، تقدر تاخذ لك 90 يوم يعني واحد 3 ديال الشهور، ولكن من موراها عام على عام وانت كتستمر في الخدمه على الاهداف ديالك غادي تكون متاكد باللي الاستمراريه هي الاساس باش انك تافونسي وتحقق هذيك الحياه اللي بغيتي. دونك هادو كانوا 6 ديال العادات السلبيه اللي خاصك تخلص منهم من غدا. وهادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. تهلا ليا فراسك، نشوفو فيديو جديد غدا ان شاء الله.